بسم الله الرحمن الرحيم، معكم طالب احمد اساف، هندسه ميكانيك من الجامعه الاردنيه. الان ان شاء الله راح اكمل في شرح ماده ثيرموداينامك بشابتر 4. طيب شابتر 4 خلينا نفوت بشكل سريع، عنوان الشابتر انرجي اناليسيز اوف كلوزد سيستم. بشابتر 2 حكينا بالانرجي بشكل عام، وتحدثنا ايضا قبل بانواع السيستم وحكينا شو يعني كلوزد سيستم. طيب الان نيجي انا وياكم نتعلم بشابتر 2 لما اجينا نشرح انواع الشغل، تمام؟ انواع الشغل الميكانيكي لما اجينا نشرح حكينا انواع شغل معينه، تمام، وشرحناهم. ضل في مصطلح حكينا الموفينج باوندري ورك، وانا ما شرحته، حكيت هذا المصطلح او هذا النوع من الورك راح ندرسه في هذا الشابتر، تمام. طيب فحكينا انه احد وسائل انتقال الطاقه بالهيت، تمام، واحد وسائل انتقال الطاقه بالورك، تمام. فاحنا بدنا ندرس الموفينج باوندري ورك حتى نعرف كيف ممكن يفيدنا هون، تمام، من خلال انه نحكي عن انرجي اناليسيس. طب نفترض انا وياكم انه في عندنا سيستم، هذا بتشكل من بيستون سلندر ديفايس، وفي عندي غاز، تمام، غاز جوا هاي البيستون سلندر ديفايس على ضغط معين، تمام. رحت انا هاي البيستون سلندر ديفايس، جبت مصدر حرارة هيت، فدخلت هيت على هذا السيستم من خلال هاي الشعلة، ايش راح يدخل؟ راح يدخل هيت، تمام. هاي الهيت شو راح تعمل؟ راح تسخن الغاز، تمام. مش احنا حكينا جوا هاي البيستون سلندر ديفايس في عندي غاز، ماشي، هذا الغاز راح يسخن. نتيجة سخونة الغاز، الغاز لما ترفع حرارته شو راح يصير بالفوليوم تبعه؟ رح يتمدد، صح. الغاز نتيجة إضافة حرارة إله، نتيجة إضافة هيت إله، رح يتمدد، فبالتالي بيتمدد. طب تعرف شو يعني بيتمدد؟ مش احنا حكينا MRT، تمام، PV equal MRT، لما تدخل هيت انت ممكن ترفع الحرارة، صح. ما رفعت الحرارة معناته ايش؟ رفعت الضغط، معناته رفعت الفوليوم، لانه علاقة طردية، ماشي. طيب ممتاز، نيجي بنحكي انه انت رفعتها، فبالتالي الغاز راح يتمدد، فبيدفش البستون، هاي بستون، تمام. فلما لما ارفع الضغط، انا صار عندي هون الضغط في الاريا بيعطيني فورس لاعلى، فبزيد القوة، تمام، لانه الضغط اللي جوا بصير اكبر من وزن البستون والضغط الجوي، ماشي، فبيقدر يدفع هاي البستون، تمام. حكينا الباوندري هون از موفينج، تمام. هسا شو اللي راح يصير عندي؟ انا السيستم اللي هو الغاز، البيستون والسلندر هي جزء من السراوندينج، صح. طيب بما انه حجم السيستم تبعي كبر، معناته my system is doing work on the surroundings، تمام. اذا حجم السيستم تبعي زاد، معناته السيستم تبعي بيبذل شغل على هذا السراوندينج، على البستون، فأدى انه حرك هاي البستون من خلال انه تمدد، تمام؟ من خلال انه السيستم تبعي عم بيبذل ورك، عم بيبذل شغل على هاي البستون، ماشي، على هاي البستون، معناته شو بصير فيه؟ اكيد راح يصير فيه انه راح يفقد طاقة، ليش؟ لانه الغاز، تمام؟ الغاز في الغاز هون من ضمن هو السيستم، ماشي، بينما البيستون وهي عبارة عن السراوندينج. شو اللي مشاه؟ حكينا انه الغاز تمدد، راح اثر بفورس، طبعا احنا بنعرف انه الفورس اللي هي البريشر في الاريا، الاريا لمين؟ للبيستون، صح. طيب الاريا للبيستون، فضغط وادى الى انه مشى هاي البستون مسافة معينة، ماشي. هاي المسافة اللي مشاها، الآن هيك بنبلش نحكي بشابتر 4، ألا وهي كالتالي. هلا أنا لما أثرت بقوة للأعلى من خلال دخلت هيت، فصار في عندي ضغط، هاي الباوندري تحركت بحيث صارت السلندر، صارت هون البستون، آسف، صارت هون. لما صارت هون شو قطعت مسافة؟ قطعت مسافة، لنفترض انه سمينا هاي المسافة دي اكس، تمام؟ طيب هسا هاي المسافة دي اكس، مش الورك، التعريف الفيزيائي له هو فورس في ديستانس، فهو عبارة عن الفورس في دي اكس، صح؟ طيب هسا الفورس حكيت انا هي البريشر في الاريا، فبتقدر تحكي انه بريشر في اريا في دي اكس، تمام؟ الاريا في الدي اكس هاي، الاريا في الدي اكس هاي دي فوليوم، صح. طيب فبالتالي الدي وورك، الدي وورك هي عباره عن البريشر في دي فوليوم، ماشي. طيب هسا
لو جينا ندخل التكامل هون، تكامل هون، هذا بيعطيني انه الورك، نفترض انه انا تحركت من هاي النقطة كان سميناها واحد لهاي النقطة سميناها اثنين، ماشي؟ الورك من واحد لاثنين هو عبارة عن بي في، في صح؟ طبعا هاي الفي ايش راح يصير عندي؟ انا بي في دي في عندي، ماشي؟ بحط حد التكامل وبحكي انه من في 1 ل في 2، بمشي من في 1 ل في 2 وبتكامل. طبعا كيف بتكامل؟ بحسب البريشر، ما بتقدر تكامل. حلو؟ لهون بتهيألي الامور سهله جدا. طيب هسا بدنا نيجي نحكي احنا كيف الثيرموداينامكس مطلوب منا بشابتر 4 شو نعرف. اخذنا عدد من البروسيس زمان، حكينا مثلا عندي ايزوباريك بروسيس، عندي كذا نوع من البروسيس. طيب كيف تحسب الورك على السيستم؟ في طريقتين، يا بتحسبه اناليتيكال ميثود يا بتحسبه جرافيكال ميثود، ماشي؟ انا راح ابلش في الاناليتيكال. طيب شوف معي الاناليتيكال ميثود مثلا، بدنا نيجي نتعلم عده حالات، ماشي؟ في الماده اول شيء اخذنا انه في عندنا بروسيس اسمها ايزوباريك بروسيس، يعني البريشر از كونستانت، صح؟ مش هيك عرفناها؟ طب ممتاز. بما انه عرفنا الايزوباريك بروسيس على انه البريشر از كونستانت، معنى هذا الحكي شو بصير؟ معناته باجي على قانون الورك من 1 ل 2 هو التكامل من في 1 ل في 2 بي دي في، صح؟ طب معنى هذا الحكي ايش؟ انه لو اجينا حطينا هون بهذا الشكل، جبنا هذا القانون البي الفي 1 لفي 2 لبي دي في، صح؟ طب البريشر كونستانت مش بقدر اطلعه خارج حد التكامل 100%. طب تكامل دي في من في 1 لفي 2 تكامل يعني 1 دي في، صح؟ كونستانت. شو بتصير؟ بي في في 2 ماينس في 1، صح؟ هاي تكامل، فبتصفي بي في في 2 ماينس في 1. فاذا كانت البروسيس ايزوباريك بروسيس ات كونستانت بريشر، معناته الورك بقدر احسبه من خلال انه البريشر في فرق الفوليوم، بحيث البريشر ثابت، ماشي؟ بفترض انه انا عندي على البي في دياجرام، كيف ممكن ارسم الرسمه؟ بحكي له بمشي من 1 ل 2. طب ليش مشينا بهذا الاتجاه؟ اولا لانه البريشر كونستانت، فانا راح امشي على نفس خط البريشر، مش هيك خطوط البريشر الثابت هيك هيك هيك، صح؟ فانا راح امشي على نفس خط البريشر. هاي اول نقطه، هاي الفوليوم عند 1 كان صغير، صح؟ بعدين كبر، تمام؟ صار الفوليوم عند 2 كبر. طب مش ممكن تكون بلشت في 1 هون ونزلت لهون؟ بحكي له ممكن. كيف؟ بكون انا بسحب حرارة من النظام، بكون ببرد في النظام فبسحب حرارة، فبتقل الحرارة فبقل الحجم فبقل البريشر، فبتنزل البستون، بتصير السراوندينج هو اللي بيبذل شغل على النظام تبعي، فبصير ايش؟ بيكسب النظام تبعي طاقة، طبعا بحيث انه انا فرغت هيت بخسر طاقة وبنفس الوقت بكسب طاقة. طيب ممكن نحكي انه بدون الهيت، ماشي؟ ممكن انه ماي سراوندينج يبذل وبدون ما اجيب البستون واضغطها ضغط، تمام؟ اضغطها بحيث اخلي ايش؟ ابذل ويرك على هذا السيستم، تمام؟ طيب انواع بروسيس ثانيه اخذناها، اخذنا ايزوكوريك بروسيس، درسنا مع بعض قبل ايزوكوريك بروسيس وحكينا انه القصد منها انه الفوليوم از كونستانت، صح؟ هاي كانت سهله جدا. بما انه انا بحكي بايزوكوريك بروسيس، تمام؟ ايزوكوريك بروسيس يعني الفوليوم از كونستانت، بما انه الفوليوم كونستانت معناته السبيسيفيك فوليوم كونستانت، صح؟ معناته التغير في الفوليوم ايش ماله؟ هلا عندك الورك باوندري من 1 ل 2 هو التكامل لبي دي في، تمام؟ هلا اذا التغير في الفوليوم ثابت، اذا الفوليوم از كونستانت، معناته دي فوليوم التغير في الفوليوم هو صفر 100%. بما انه التغير في الفوليوم صفر، معناته هاي راح تروح، راح يطلع الورك صفر. فبحاله انه الفوليوم زيرو بيكون there is no any work، فورك الباوندري از زيرو، زي لما تحكي ريجيد تانك معناته ما في عندي اي ورك، تمام؟ طيب لانه الباوندري ما بيتغير حجمها. طيب ممتاز. الان كيف ممكن نرسمه على البي في دياجرام؟ تحكي لي هاي البي في دياجرام شو بتحكي؟ عند نقطه واحد الفوليوم في 1 يساوي في 2، صح؟ بحكي له بمشي ات كونستانت فوليوم، صح؟ مشيت من 1 ل 2 ات ايش؟ ات كونستانت فوليوم. طبعا ما كان في تغير زي هيك، هاي يعني باختصار زي كانه بحكي انه في عندي تانك زي هيك، تذكر لما كنا نحكي رجل زي هيك، تمام؟ فبمشي من 1 ل 2 على اساس انه الفوليوم ثابت. طب ممكن اكون دخلت هيت، ممكن اكون بذلت ورك من خلال انه حطيت مثلا الشافت ورك، ماشي؟ حطيت شافت ولففته، فانا بذلت ورك على السيستم، ماشي؟ طيب فبالتالي تغير البريشر من بي 1 ل بي 2، تمام؟ فهذا انه بهاي الحاله بيكون الورك
under the PV diagram هو constant. هلا هاي شو معنى هاي؟ انسوها تمام، هاي انسوها ما إلها داعي لأنه هاي بعدين راح أحكي عنها. يعني هسا هاي اللي بيشوفها حتى أنا الأصل ما حكيت عنها، اللي بيشوفها هسا راح يتخربط خلاص. هاي ولا كأنكم شفتوها، راح أحكي عنها كمان شوي. طيب فبالتالي بمشي من V1 ل V2 بحيث إنه V1 و V2 constant، فبمشي على خط انه البريشر ممكن يتغير بحيث الفوليوم يضل ثابت تمام. بحيث كيف اقول لك اياها بشكل اوضح، كيف ممكن امشي بحيث انه بغير البريشر؟ بقول لك هاي البيستون سلندر ديفايس، هاي البيستون هون تمام. هسا انا دخلت هيت على السيستم ماشي، بس ما بدي البيستون تتحرك، ممكن احط هون ستوب ماشي، اشي يمنع البيستون انه يتحرك ماشي. اذا منعت البيستون انها تتحرك وانا بدخل هيت راح يرتفع البريشر، بس الفوليوم شو ماله؟ الفوليوم بضله ثابت تمام. هذا هو الاشي اللي انا عم بحكي عنه هون. طيب نيجي الان انا وياكم ندرس النوع الثالث من طرق حساب الويرك بالانظمه اللي عندنا اياها في الماده. طيب النوع الثالث اللي هي البوليتروبيك بروسس. طب نعطي لمحه سريعه عن ايش يعني بوليتروبيك بروسس. البوليتروبيك بروسس، طب خليني اغطي هيك شوي. طيب شو يعني بوليتروبيك بروسس؟ طبعا البوليتروبيك بروسس هي بروسس فيزيائيه تمام، ما رح ندرسها هسه، بنتعرف عليها متى وبنحكي عنها متى في شابتر 7 لما ندرس الانتروبي ماشي. فالبوليتروبيك بروسس هي بروسس بندرسها كمعنى فيزيائي، ندرسها هي بروسس فيزيائيه بندرسها بشابتر 7، بس احنا هسه شو بدنا نعمل؟ بس بندرس التعريف الرياضي لها تمام. فالتعريف الرياضي للبوليتروبيك بروسس بي في تو ذا باور ان ايكوال تو كونستانت ماشي. بي في تو ذا باور ان ايكوال تو كونستانت، البي اللي هي البريشر، الفي اللي هي الفوليوم، والسي اللي هي كونستانت ثابت، والان اللي هي البوليتروبيك اندكس تمام. طيب طبعا البي، طيب مش ممكن من هون احكي انه اقسم على في تو ذي ان على في تو ذي ان تمام، بتروح من هون فبصفي سي على في تو ذي ان صح. طب ارفع في تو ذي ان للبسط، في تو ذي ماينس ان صح، هاي كالكولس، فبتصفي بي تساوي سي في في تو ذي ماينس ان. طب حكيت لك فايند ذا ورك وكنت موضح لك انه هاي البروسس هي بوليتروبيك بروسس، بتحكي لي كالتالي، بحكي لك انا ما عندي اي مشكله، بحل على نفس القانون العام الرئيسي، الورك من 1 ل 2 هو التكامل من V1 ل V2 ل PDV صح؟ طب ممتاز 100%. طب البي انا شو حكيت البي هسه؟ البي بقدر اعوض مكانها شيء اللي هو سي في في تو ذا ماينس ان، فانا شو راح احكي الان؟ انه الورك هو عباره عن التكامل ل PDV صح؟ طب شيل البي وحط بدلها سي في تو ذا ماينس ان، هاي في تو ذا ماينس ان وهاي السي، السي ليش برا؟ لانها كونستانت. من وين بتغير؟ شو اللي بتغير؟ الفوليوم، فبالتالي انا بتغير من فوليوم 1 لفوليوم 2 تمام. طيب كيف ممكن اكامل في تو ذا ماينس ان؟ كيف حكينا من الكالكولس سي في في تو ذا ماينس ان بلس 1 اوفر ماينس ان بلس 1 تمام، بحدود التكامل من في 1 لفي 2 ماشي. طيب بعد هيك لو جينا نعوض حدود التكامل، تعويض الحد الاعلى ناقص تعويض الحد الادنى ماشي، السي كونستانت خلي لي اياها بالله برا، بالله يخلي لي اياها برا تمام. طيب لما نعوض في 2، في 2 تو ذا ماينس ان بلس 1 على ماينس ان بلس 1 تمام، ماينس في 1 تو ذا ماينس ان بلس 1 على ماينس ان بلس 1، والمقام موحد بقدر احطهم ب 1 تيرم صح، ببسط مقام واحد. ففي تو ذا ماينس ان بلس 1 ماينس في 1 تو ذا ماينس ان بلس 1 على 1 ماينس ان، لانه 1 بلس ماينس ان بلس 1 هي نفسها 1 ماينس ان صح. طب ممتاز، الان هون قلنا هل ممكن تساوي 1 الان؟ بقول لك الان لا تساوي 1. ليه؟ لانه بهاي الحاله في البروسيس اذا حطينا انا وياكم انه الان تساوي 1 بطل السؤال ظابط. ليه؟ شو بطلت بوليتروبيك بروسس؟ فبالتالي كونه أنا عمالي بحكي بوليتروبيك بروسس راح تكون n is not equal to 1، لا تساوي 1 تمام؟ طيب ممتاز، مش c تساوي p في v to the n صح؟ فهي c p في v to the n تمام؟ طيب خلينا الآن لما نحكي في c هي p في v to the n. طيب خلينا الآن ندخل ال c ماشي؟ هسا ال c للأول وللثاني، هلا ال c ممكن تساوي p1 في v1 يعني p1 في v1 to the n، وممكن تكون c تساوي p2 في v2 to the n تمام. طيب فبدخل اللي هي فعليا الc اللي لهاي والc اللي لهاي تمام، فبنشيل الc من هون هسه تمام. طيب شو اللي بصير لما بدك تعوض بدل الc؟ شو راح تصير معانا المعادلة؟ بتصير تحكي لي هي p و p2 لانه c مع v1 v2 صح، فبتاخذ هاي p2 في v2
تمام في 2 تو ذا ايش؟ تو ذا ام. في في 2 تو ذا ماينس ان بلس 1 اللي هي هاي ماينس السي. السي كم؟ هون كونه مع واحد مع البروسيس مع الستيت 1 بي 1 في في 1 تو ذا ان. فبحكي بي 1 في في 1 تو ذا ان في في 1 تو ذا ماينس ان بلس 1 صح؟ على 1 ماينس ال ان. ماشي؟ طيب هسه هون بي خلينا احط في 2. طيب في 2 تو ذا ان في في 2 تو ذا ماينس ان بلس 1 اجمع الاسس بحاله انه في 2 في 2 تو ذا ان تو ذا ماينس ان بلس 1 اجمع الاسس ان ماينس ان بلس 1 ايش راح تصير؟ في 2 صح؟ فبي 2 في في 2 ماينس بي 1 في في 1 على 1 ماينس ال ان. تمام؟ وير ان؟ هل ان تساوي واحد؟ حكينا شرطنا بالبوليتروبيك بروسيس انه ان از نوت ايكوال تو 1. طبعا هذا الورك فروم 1 تو 2 از ا بوليتروبيك بروسيس. كيف اشتقينا قانون؟ هذا بس عمليه اشتقاق صراحه، فيش في شيء نحكي اكثر من انه نشتق قانون البوليتروبيك بروسيس. كيف نحسب الورك لبوليتروبيك بروسيس؟ تمام؟ ما راح كثير نعلق عليه لانه موضوع البوليتروبيك زي ما حكينا بشابتر 7، بس بهمنا الان من كل الاشي اللي حكيناه نكون بنعرف قانون الورك بهذا الشابتر، تمام؟ الورك بهذا الموضوع اللي هو بوليتروبيك بروسيس، كيف تحسب الورك بحاله بوليتروبيك بروسيس. طيب نيجي الان نعيد نفس الاشي اللي اخذناه بوليتروبيك بروسيس. طب ليش؟ انا بدي احكي لك شغله. هسا احنا حكينا البوليتروبيك بروسيس، انا حكيت انه ان از نوت ايكوال تو 1. طب اذا كانت وذ ان ايكوال تو 1 صح؟ اذا كانت وذ ان ايكوال تو 1 شو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير كالتالي، بتصير في هلا احنا حكينا سي هي عباره عن بي في تو ذا ان، بي في تو ذا ان ايكوال تو كونستانت. طب الان اذا سي هي عباره عن بي في في، هسا اقسم على في، اقسم على في لانه الان هي واحد، بتروح الفي صح؟ شو بتصفي؟ بي تساوي سي، ارفع الفي للبسط، في تو ذا ماينس 1. تمام؟ وهي انا حاط لكم اياها هون. بي تساوي سي في في تو ذا ماينس 1. طيب نرجع للقانون الاساسي، حكينا هو التكامل لبي دي في، البي هيها اللي هي سي في في تو ذا ماينس 1، هي سي سي كونها كونستنت قدرنا نطلعها خارج حد التكامل، في في تو ذا ماينس 1، التكامل اكيد بمشي من في 1 لفي 2 صح؟ كبيستون سلندر ديفايس. طيب بعد هيك بحكي انه v to the minus 1 مش هي نفسها 1 over v، طب بحطها 1 over v. ماشي؟ طيب ممتاز. الان شو تكامل 1 على v dv؟ مش هو من الكالكولس تكامله لن ال v، طبعا في عندي هون تمام ما في مشكلة، بدي احكي انه هاي مضروبة ب c اللي هي الكونستان، من وين لوين؟ من v1 ل v2، لانه انا بمشي البستون سلندر ديفايس، بمشي البستون من v1 ل v2 بحسب. ماشي؟ بحسب، بمشي البستون من v1 ل v2 حسب البروسس. تمام؟ طيب ممتاز. الان لو جينا هذا نعوض، شو بنيجي بنحكي؟ هي عبارة عن c. طيب كيف؟ شوف معي هلا، هاي c فيلم. هلا بتيجي بتحكي لي مش هاي اصلا هي عباره عن سي في لم ال في 2 ماينس سي في لم ال في 1؟ تقدر تاخذ السي عامل مشترك صح؟ اخذناها. لن في 2 ناقص لن في 1 من خصائص اللم في حاله الطرح بتصير قسمه، بقدر احولها لقسمه صح؟ فبتصير سي في لم ال في 2 على في 1. تمام؟ طيب هلا السي هي بي في في، مش هيك عرفناها التعريف الاساسي؟ بي في في تو ذا ان، والام هي واحد، فسي هي بي في في، فبقدر احط بي في في، فبي في 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 لن ال في 2 على في 1. في ناس بيسالوني طب هاي البي في في ايش؟ بقول له يا بتحط 1 1 يا 2 2، ما في اي مشكله. تمام؟ حطها 1 1. تمام؟ بهاي الحاله ايش بنستنتج؟ كونه صار بي في ايكوال تو كونستانت، هاي البروسيس بتكون ايزوثيرمال بروسيس فور ايديال جاز. هاي البروسيس بتكون isothermal process for ideal gas. فالبوليتروبيك بروسيس with index n equal to 1 بتكون هي isothermal process بس في هاي الحالة as special case. تمام؟ طب حكيت أنا بالبداية أنه طرق حساب الورك، ممكن أحسب الورك analytical زي ما حسبناه بالمعادلات بالتكامل، أو ممكن أحسبه جرافيكال. تمام؟ كيف ممكن أحسبه جرافيكال؟ لنفترض أنا وياكم أنه أنا في عندي بيستون سلندر ديفايس، هاي البيستون سلندر ديفايس أنا جبت بيستون، حركت البيستون، ضغطت السيستم من هون، نفترض هاي الستيت اسمها 1، كانت عندها البيستون،
ضغطت البستون من ستيت 1 ل ستيت 2 بحيث صارت البستون هون. طبعا هذا ايش اللي هون؟ هذا ماي سيستم تمام. طب ضغطته بحيث شوف في عند واحد كان في عندي فوليوم وبريشر، اكيد البريشر عند واحد اقل. ليه؟ لانه الفوليوم كبير صح. لما صغرت الفوليوم شو راح يصير؟ راح يرتفع الضغط صح 100%. فاذا صغرت الفوليوم يا حرير راح يرتفع الضغط، فراح امشي نفترض بمسار ليس خطي، مسار كيرف تمام. شو بيجي بحكي لك الجرافيكال ميثود؟ بيقول لك انه انت مشيت من هنا، نحكي هاي في 2 ماشي وهاي في 1، مشينا من في 1 لفي 2 او لفي فاينل. انا ضغطت السيستم من 1 ل 2 بحيث صغرت الحجم فارتفع الضغط صح. بيقول لك انه قسم، هسه ايش حكوا؟ حكوا لك قسم المساحة تحته. ليش؟ هسه بحكي لكم، بس خليني اكمل. طيب ممتاز. هسه هون انا بهاي البروسيس، او انا بهاي البروسيس ضغطت السيستم من خلال اني ورك انتو ذا سيستم. انا لما البستون هي تضغط الغاز معناته انا بصغر حجم الغاز، معناته انا بضغط الغاز، معناته ايش؟ ورك انتو ذا سيستم صح. طيب ممتاز، وهذا وضحناه كمان اتوقع قبل هيك. طيب الان ايش بدنا نحكي؟ لو قسمت هذا الشكل، هلا هذا الشكل هيو هو الاساسي من هون هيك هيك صح. لو قسمت الشكل تحت هذا المنحنى لعدد لا نهائي من الترابيزويدال اللي هي شبه المنحرف تمام. اذا قسمناها لشبه المنحرف وحسبنا المساحة لكل واحد تحت البي في دياجرام وجمعتهم، بكون عملت فعليا اللي هي نيوميريكال انتجريشن باي ترابيزويدال رول. هي بس طريقة للمعرفة انه في طريقة تانية لحساب الشغل بهذا الاشي. طيب بس بشكل سريع، كيف ممكن لو كان عندك ترابيزويدال كيف تحسب الاريا؟ الاريا بتعرفوا كلكم مساحة شبه المنحرف مجموع القاعدتين المتوازيتين اللي هما من القاعدتين المتوازيتين A و B، قاعدتين متوازيتين مجموع القاعدتين المتوازيتين A بلس B على 2 مضروب في المسافة العمودية بين القاعدتين المتوازيتين. شو هي المسافة العمودية بينهم؟ اللي هي دي. هذا كيف تحسب باي ترابيزويدال؟ كيف تحسب الاريا لشبه المنحرف؟ ليش؟ لانه هسه راح تفيدنا كثير. هذا بجوز ما بيفيدنا الحكي، بس انك كيف تعرف شو يعني جرافيكال ميثود، كيف تعرف شو يعني الطريقة اللي أخذناها وشو الفرق بينها وبين هاي. هاي طبعا صراحة سيئة. ليش؟ لأنك بدك تقسم شكل لعدد لا نهائي من الترابيزويدال وتقعد تحسب الأريا لكل واحدة من خلال التقريب، لأنه أنت هون لما تقسم تأخذ يعني بتكون كثير قريب، لأنك يعني هون بتأخذ هاي كثير بتكون قريبة من أنها تكون شبه منحرف، فبالتقريب بتقدر تطلع الورك تقريبا من خلال التقسيم تمام. طيب ممتاز، هاي بشكل عام. طيب الآن هاي مش كثير مهمة، بس بهمنا نعرف من هاي الصفحة بس كيف نحسب مساحة الشبه المنحرف تمام. طيب خلينا الآن نيجي أنا وياكم على إكزامبل. هيك تقريبا إحنا خلصنا مبدأ حساب الورك للأسئلة، بشكل عام خلصنا مبدأ حساب الورك. طيب الآن شو بدنا نساوي؟ طيب يعني خلصنا مبدأ حساب الورك، هلأ هذا التشابتر بينقسم في قسمين. القسم الاول اللي هو هسه حكينا فيه كيف نحسب الورك بحاله انه كانت البروسيس ايزوباريك ايزوكوريك بوليتروبيك وذ اندكس ان از نوت ايكوال تو 1 وبوليتروبيك وذ اندكس ان ايكوال تو 1 صح. هذا اول جزئيه بالماده ماشي. الجزئيه الثانيه اللي هي راح تكون الجزئيه الاخيره بشابتر 4 اللي هي جزئيه اللي هي كيف نحكي عن الانرجي اناليسيس اوف كلوزد سيستم لما نتحدث عن السبيسيفيك هيت. فهذا التشابتر اصلا كثير قصير يعني فيديوهانه بيخلص شارح وبضل علينا حل الأسئلة. طيب خلينا نكمل بإكزامبل حتى نوضح الإشي اللي عملناه قبل شوي وناخذ الفكرة الجديدة اللي هي الأساسية بهذا الشابتر، اللي هي الفكرة المهمة بالشابتر. كيف ندرس يعني شو بتفيدنا بالشابتر؟ بتفيدنا بشكل كثير كبير تمام. أسيوم بيحكي لك إنه at point one high point one free end location. يعني شو يعني free end location؟ يعني السبرينج لا مضغوط ولا مضغوط ولا مشدود، السبرينج بحالة فري اند ما في اي ضغط ولا في اي اشي. فلو اجينا نحسب الفورس للسبرينج، مش كلنا بنعرف انه الفورس للسبرينج هي كي في اكس صح. طيب اذا الاكس صفر لانه فري اند مش مضغوط تمام، فالسبرينج ما راح يعطي اي استجابة لقوة. طيب
الآن بشكل رئيسي أنا وياكم بدنا نحكي إذا هذا السيستم بيستون سلندر ديفايس، البيستون مربوطة في سبرينج، سبرينج مثبت هون، ماشي؟ شو اللي راح يصير؟ أنا دخلت هيت من خلال إنه جبت مصدر حرارة، شعلة دخلت هيت، تمام؟ هسا أنا أفترض إنه هذا مرجعيتي، هاي إكس 1، تمام؟ لما أدخل هيت على السيستم الغاز راح يتمدد، فراح يزيد الضغط، فراح إيش؟ راح يزيد الضغط. هسا بهاي الحالة إذا زاد الضغط معناته أنا صرت أدفع البستون، فإذا دفعت البستون راح أبلش أحرك البستون، لأنه لما هلأ هون هو بحالة فري إند والأمور تمام، أول ما دخلت هيت زاد البريشر جوا فزادت القوة من هون، صح؟ بما إنه زادت القوة راح يتحرك البستون، فراح تتحرك البستون، راح تتحرك مثلا نحكي وصلت لهون، تمام؟ بعد ما وصلت لهون نفترض انه هاي المسافة X، طب نفترض انه انا وصلتها لموقع انا بدي اياه، نفترض انه هذا الموقع هو X2، هاي X2 مش هاد initial position وهاد final position؟ طيب انا عمالي عم بدخل هيت على السيستم، طب خليني بالله انا وياكم نعمل بالبداية فري بادي دياجرام لهاي البيستون زي ما تعلمنا زمان. شو تعلمنا؟ هاي البيستون الها اول اشي وزن اللي هو M في G، تمام؟ طيب وفي بريشر جوا، انتبه نحكي فري بادي دياجرام، نعمل فري بادي دياجرام بس لقوه ما بنتعامل مع بريشر، فبتيجي بتحكي لي جوا البريشر لاي هل يجوز بريشر في اريا، البريشر الاي اللي هو الداخلي هيك قصدت فيه انا، البريشر اي اي كابيتال في الاريا، تمام؟ اللي هي انا قصدت انه هاي المنطقه اللي هي بي اي، تمام؟ او بي مثلا بديش احكي ايه بي البريشر الانترنال بريشر الداخلي، تمام؟ طيب ومن برا في عندي اشي ثاني اللي هي الامبيانت بريشر، صح؟ الامبيانت بريشر اكيد كمان في الاريا، الاريا لمين؟ للبستون، بيكون معطيني لها دياميتر، ماشي؟ وفي عندي كمان قوه، ايش هاي القوه ومتى صارت؟ بعد ما دخلت حراره على السيستم صرت اضغط البستون، صارت البستون تضغط السبرينج لانها بدها تطلع، ضغطته لحد ما وصلت هون، ايش الفورس اللي لهون بتصير؟ حكينا هي كي في اكس، المسافة اللي قطعتها البيستون من هون لهون هي الاكس اللي انا بحكي عنها، صح؟ معناته شو هاي المسافة اللي من هون لهون؟ المسافة من هون لهون، يعني خليني اوضحها هون حتى تكون اوضح، المسافة رح تكون من هون لهون. طب هاي المسافة هي عبارة عن مين؟ إذا الطول من هون لهون هو X2 والطول من هون لهون هو X1، فلو طرحت X2 ناقص X1 راح تعطيني هاي المسافة، هاي الدي، تمام؟ ولا نسمي خلينا نسمي هاي دي، ماشي؟ طيب إذا أعطتني هاي الدي معناته إيش الفورس للسبرينج؟ هو كي في كمية الانضغاط، قديش أنا ضغطه؟ طبعا كي اللي هي السبرينج ستيفنس، تمام؟ كم المسافة اللي مشاها أو اللي ضغط السبرينج فيها اللي هي زي ما حكينا X2 ناقص X1 في X2 ناقص X1، تمام؟ طيب ممتاز، بعد ما عملنا free body diagram خلينا ناخد على طرف نحط من قانون نيوتن شو بيحكي لنا بالستاتيك انه مجموع الفورس equal to zero، صح؟ ايش مجموع الفورسز؟ لو اخذنا الفورس من تحت البريشر الداخلي اللي هو A B A في الاريا تساوي بي امبيانت في الاريا بلس الام في جي الوزن في جي بلس مين كي في اكس 2 ماينس اكس 1. اذا ملاحظين احنا ما بنجيب اشي جديد، كله عمالنا بنعيد فيه، تمام؟ طيب انا شو بدي اعمل بالله هون؟ بس بدي انبه على نقطه سريعه، انا بدي اقسم على الاريا، ليه؟ لانه انا بدي بالاخر بريشر في الماده، بدي اقسم على الاريا، فبدي اقسم على الاريا، فبدي اقسم على الاريا، فبدي اقسم كل الحدود على الاريا حتى يضل عندي هون بي اي، تمام؟ ليش؟ بس بدي يضل بي اي، مش هيك كنا نعمل زمان؟ فبتصفي بي اي، اي طبعا اي اللي هي الداخل هي قصدي في بي اي اللي هي بي اللي هي البي جوا، تمام؟ تساوي بي امبيانت لانه الاريا هون راح تكنسل، صح؟ طيب بلس ام في جي على اريا اللي هي هاي بلس بدي اكمل تحت عشان هون فيش مجال عشان الرسمه، بلس اللي هي كي في. شوفوا معي لو هاي الجزئيه بس اجيت انا بس على هذا الحد حكيت اضرب لي اياه في ايه واقسم لي اياه على ايه،
لما تضرب في A وتقسم على A هي واحد. لما تضرب في نفس الرقم هون انت كأنك ضربت في واحد صح، فمش راح تأثر. طب X2 في الاريا و X1 في الاريا ايش راح تعطيك؟ فوليوم. تمام، فأنا هذا اللي بدي اياك توصل له. فبتصير K في V2 minus طبعا V small V2 minus V1 على A في A بتصير A تربيع. طيب ليش أنا بحكي هيك؟ الآن راح أعبرك عن البرشر بصيغة اللي هي C1 في V في إيش؟ بلس C2 وير راح تكون C1 and راح تكون C2. شو راح تكون C1 وشو راح تكون C2؟ C1 راح تكون معانا هي عبارة عن K على ال A تربيع اللي هي هاي الجزئية في ال V اللي هي حكينا فرق ال V ماشي. طيب اللي هي نفترض انه V انه في عندي فوليوم، لانه V2 minus V1 راح تعطيني فوليوم اللي هي فوليوم هاي المنطقة صح؟ ايه اسف، فوليوم هاي المنطقة. تمام؟ طيب هسا C2 هي عبارة عن BA باقي الأشياء بلس ام جي على A ماشي بس؟ مش بس. نفترض انه انا هون بس حكيت كان قصدي انه V ايش؟ V ال V2 تمام؟ اللي هي الفوليوم الثاني. طيب فبقدر احكي K على A تربيع. هون بقدر ازيد ايش؟ أزيد مين؟ أزيد أطرح لأنه عندي هاي V. طيب اللي هي V I على A تربيع. طيب في K. طيب شو سبب الفصل اللي أنا عملته هيك؟ إنه فعليا الفوليوم الأول عند الفري إند هو ثابت ما بتغير ماشي. الفوليوم الأول إيش اللي أنا سويته؟ الفوليوم الأول ثابت بس الفوليوم الثاني بحسب قديش أضل أزيد هيت صح؟ تمام. فالفوليوم الثاني ممكن اغيره بحسب انا ايش بغير. الهدف كان اني اطلع لك البريشر از لينير ريليشن بحيث انك تفهم. هسه هاد كيف اجى كلياتهم ما بهمك بالمره، اللي بهمك اشي واحد كيف تعمل الفري بادي دياجرام لهون ماشي. هاي بتهمنا بس حتى الكل يكون عارف الرسمه اللي راح ارسمها هسه شو سببها او ليش موجوده اصلا. تمام، الا وهي اللي هي الرسمه كالتالي. فبالتالي انا وياكم راح نعرف شغله مهمه جدا، انه لما طبعا بي اي هون البي اي سمول اللي هي بي امبيانت الضغط الخارجي الجوي ماشي، بي اي كان قصدي الضغط اللي جوا البيستون ماشي. الان بقول لك لما يكون عندك اسئله سبرينج، اسئله في بيستون في سبرينج، يفضل دائما وابدا دائما وابدا انك شو تساوي؟ ترسم بي في دياجرام. وهاي الجزئية بجوز الكل تعقد منها لأنها صعبة صراحة أو زنخة وسيئة. شو بحكي لك؟ بس بهمني تعرف تعمل فري بادي دياجرام وتعرف تعمل هدول التنتين، الباقي ما بيهمني. شو اللي كان الهدف من هاي؟ إنه أنا حطيت لك إياها بدلالة كونستانت. ليه؟ الكي كونستانت والأي كونستانت، بي أمبيانت ضغط الجوي ثابت، إم في جي ثابت الماس للبستون والجي تسارع الجاذبية الأرضية، والأي ثابتة، الكي ثابتة، في 1 ثابتة، وأي تربيع ثابتة، هاي في 1 تمام؟ طيب فبالتالي هسه صفة C2 اللي هي عبارة عن BA وهاي وجزئية هاي مع الفي، عشان هيك كان في هون ناقص. ضل عندي مين؟ اللي هي K في V2 على A تربيع، K على A تربيع في V2 هيها صح؟ اللي هي C1 ماشي. الهدف كان أكتب لك إياها as linear equation بحيث هسه توضح معنا. V2 حكينا إنها دائما راح تكون متغيرة. طيب خليني أوضح لكم السؤال. دائما وأبدا لما يكون عندك سؤال piston وعليه spring مع piston cylinder device وspring، يفضل دائما وأبدا إنك ترسم ال PV diagram. نصيحة، إذا ما رسمته احتمالية الخطأ بتصير كثير كبيرة. تمام، هسا أنا هاي عندي V1 ماشي، وكان عند ضغط B اللي هي نفترض انه كان عند ضغط B1 جوا كان V1 و B1 تمام. لما انا دخلت حكينا العلاقة للضغط راح تكون لينيرلي صح، فكان التغير خطي. لهذا السبب انا كنت اشتق قبل شوي عشان تعرف لي ليش هاي خطية. بعد هيك بالامتحان تشتقش بالامتحان وانت بتحل دايركت تمام، وانتو بتحلوا بالامتحان دايركت مشي حتى تجيب ان شاء الله العلامة المنيحة، لانه بدنا نضمن وقت
بس هون الهدف انك تفهم طب ليش طلعنا لينيرلي من العلاقة، طلعنا لحد وين؟ لحد هون. طب هون شو في عندي؟ وصلنا لضغط 2 بحيث انه هون صارت البستن، وهون لفوليوم الثاني. تمام؟ طيب بالله بدي انبه على نقطة، الان الورك من 1 لـ 2 كيف ممكن نحسبه؟ مش الورك هو عبارة عن تكامل بي دي في؟ ممكن تروح تجيب هاي العلاقة وتكاملها يعني وتغلبش. تمام؟ طيب بس انا شو بحكي لكم، خلص ما تجيبوا هاي، بس اعرفوا انه هاي العلاقة بتأدي انه نرسم لينيرلي. فلما نشوف سبرينج نرسمه على البي في دياجرام نحكي انه التغير خطي، لانه اصلا نوع السبرينج لينير فانكشن. تمام؟ السبرينج لينير، لينير سبرينج بنتعامل. تمام؟ ما بنتعامل مع نون لينير سبرينج، دائما بنتعامل مع لينير سبرينج. تمام؟ طيب معنى هذا الحكي انا وياكم شو رح نفهم؟ انه الورك مش حكينا هو الاريا اندر ذا بي في دياجرام. طب هاي المنحنى اللي عندي اياه خطي صح؟ فالاريا هي اريا ايش؟ هسه درسناها ترابيزويدال، مساحة شبه منحرف صح؟ كيف ممكن نحسبها؟ مجموع القاعدتين المتوازيتين، مجموع القاعدتين المتوازيتين، هاي القاعدة ايش؟ بي 1، هاي القاعدة بي 2، اسف هاي بي 1 وهاي بي 2. فبي 1 بلس بي 2 على 2 في على المسافة بيناتهم، اللي هي المسافة أي مسافة؟ المسافة العمودية بيناتهم، هاي الدي، هاي الدي، الدي هي عبارة عن إيش؟ هاي المسافة هي إيش؟ في 2 ماينس في 1. تمام؟ طيب ماينس في 1، إذا رحت حطيت لهذيك العلاقة وقعدت تشتق وتعمل رح تضيع الدنيا. إذا حطيت هاي العلاقة تخرب الدنيا. الهدف زي ما حكيت لكم، الهدف هذا بس كان كلياته الاشتقاق اللي أنا عملته حتى من هون. اسمع كل هذا الحكي انسوه. تمام؟ بس اتذكر لي صورة البستن سلندر مع السبرينج وهاي الشغلة، هاد عملته عشان تعرف لما يكون عندك سبرينج ارسم علاقة خطية، لما يكون عندك سبرينج ارسم علاقة خطية. هذا كل إشي كنت بدي أحكيه، بس إذا كان لدينا سبرينج زنبرك معناته بتكون العلاقة لينير على البي في دياجرام. ودائما وابدا اذا كان عندك سبرينج في الاسئلة يفضل دائما وابدا انك ترسم العلاقة على البي في دياجرام واحسب من خلال انها الاريا اندر ذا كيرف، والعلاقة دائما بتكون لينير. تمام؟ حتى ما تخرب الدنيا، وبتحسب الورك من خلال هاي العلاقة بحسب كيف انت مشيت، ممكن تكون مشيت هيك ممكن تكون مشيت بالعكس بحسب السؤال. تمام؟ راح نحل اسئلة على الموضوع بشكل مطول. تمام؟ طيب لهون نكون انهينا الجزئية الأولى بالشابتر، ألا وهي كيف نحسب الورك. ماشي؟ كيف نحسب الورك؟ لسه ما حلينا أسئلة. ماشي؟ لسه بدنا نحل أسئلة. هسا في عندي الفيديو الجاي بيكون ضايل عندي آخر موضوع في الشابتر، اللي هو موضوع كيف تحكي عن الانيرجي اناليسيس اوف كلوزد سيستم، وهو موضوع جدا سهل وجدا بسيط، وموضوع وراح أحل بالبداية أعطي إكزامبل بحيث يشمل كل حالات الورك اللي أنا حكيتها. تمام؟ بحيث يشمل كل حالات الورك اللي أنا حكيتها، لأنها موضوع كثير رح يكون بسيط بحيث نفهمه ونقدر نطبقه إن شاء الله. لهون بكفي، ويعطيكم ألف عافية.